اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار اللي بيكونوا دايما معانا، بقالنا فتره ما تقابلناش مع بعض وما اتجمعناش التجميعه دي، ولكن النهارده بنعود او خلال الفتره القادمه ان شاء الله بنعود مره كل اسبوع على الاقل، يعني بيكونوا مشرفينا ومتواجدين معانا اساتذتنا ونقادنا الرياضيين الكبار الاستاذ جمال الزويري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام، ومبروك على البرونزيه. احنا ما جيناش من ايام مبروك على البرونزيه، احنا جينا والاهلي ذاهب. لكن الف مبروك ويا رب دايما انتصارات للنادي الاهلي. يا رب دايما انتصارات. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك. ايوه استاذ سامي. ازيك يا استاذ سامي؟ مشرف ومنور برضه. بكرر تهنئتي لجماهير الاهلي والنادي الاهلي ومجلس ادارته بالبرونزيه الثالثه اللي هي شرف للكره المصريه بصفه عامه. استاذ عصام وحشنا. ربنا يخليك كابتن، ويعني صحبه جميله، ويعني الاضافه الوحيده انه شرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه ان النادي الاهلي يحتفظ بلقبه في اقل تقدير، خاصه في ظروف يعني نقص كان ملحوظ جدا. ان شاء الله اللقب الثالث، الكل دلوقتي بيساند في هذا الاتجاه. طبعا دي حاجه بتاعت ربنا، ما حدش عارف احنا هناخدها ولا مش هناخدها، لكن الكل بيساند في هذا الاتجاه ان احنا دايما نبقى في ظهر. هو الاصل يا كابتن ان انت فريقك يعمل اللي عليه، واعتقد مزبوط. ان جمهور النادي الاهلي ومسؤوليه، عشان كده بيبقى في فكره عدم يعني اولا الحساب بالقطع. نعم. ثانيا ان تؤدي ما عليك تعظيم سلام، هو ده النادي الاهلي. مظبوط استاذ جمال، معلش انا هتكلم في كل حاجه، ولكن النهارده انا التقرير اللي كان معمول الحقيقه جمعيه اللاعبين القدامى وتكريم الرموز الاعلام الرياضي القدامى، الحقيقه اعتقد شيء جيد جدا. طبعا لان الجمعيه المفروض ان دورها رعايه اللعيبه القدامى. نعم. فمعنى انه يبقى في تفكير في تكريم من كان لهم بصمات في النقد الرياضي، اعتقد اتجاه كويس جدا وشيء رائع، وكلهم طبعا اساتذه ويستحقوا هذا التكريم، وان شاء الله دايما كده نبقى متابعينهم وهم بيكرموا ويزودوا كمان اهتمامهم. يعني انا ملاحظ طبعا الجمعيه عندها مشاكل ممكن تكون ماديه شويه، لكن اعتقد ان هم بيسعوا بكل قوتهم ان هم يعني يعملوا نوع من الحمايه للعيبه القدام اللي بيمروا بمشاكل اقتصاديه ومعيشيه تحتاج فعلا مثل هذا النوع من الجمعيات. اعتقد وجود الدكتور اشرف صبحي يا استاذ محمود شيء جيد ان هو يكون مساند لمثل هذه الامور طبعا. خصوصا يعني الاستاذ حسام الدين فرحات والاستاذ ماهر، فالناس دي يعني الواحد لما بيشوفهم كده والله انا كنت واقف بتفرج، انا واقف وحاطط ايدي ورا ظهري. الناس دي بنشوفها كده بنبقى سعداء وفخورين. تاريخ 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 في الكلام الناس دي كنا بنسمعها في الراديو بودننا، فلما تسمع الاصوات الحلوه دي. لا طبعا مش عايز كلام، يمكن الاجيال الحاليه ما شافتش الناس دي وما سمعتش كل الاساتذه. طبعا كل الاساتذه يعني كله. اغلبهم في ظل يعني الظروف والجوامع دلوقتي، خلاص احنا بنعيش في طبعا. في مراحل جديده خالص، ويمكن احنا كمان بعد بكره نتنسي برضه في الاطار زي ما احنا بنحاول وبنعافر يعني. هتاخد احنا قربنا انت لسه بعدين احنا قربنا. فعاوز اقول شيء مهم جدا انك تتكرم، وشيء مهم جدا انك تشوف القامات اللي كان ليها دور كبير جدا وكلمتك كانت مؤثره. وفي ذكر الكلمه يمكن رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري قال لي احنا لما كان اسمنا بس يتكتب في الجورنان ما كناش ننام الليل، كنا نبقى حاضنين الجورنان طبعا. دلوقتي يا ابني قال لي كده، يا ابني بتعمل حوار لواحد شات شوطه، قال لي كده تقول ايه؟ قال لي شات شوطه لسه معلم. هو ده بالمناسبه ده كلام والله يا استاذ محمود، الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده او اللي الكابتن الله يرحمه كابتن جوهري قاله ده درس. ده لانه انا لسه كنت بتكلم في الانترو يا استاذ سامي يا استاذ عصام على انه ميكيسوني قال لك لعيب ما عندوش فكره في الاول خلاص، امبارح قالوا حكم عليه بالاداء. لا يا فندم اكمل بس حكم عليه بالاداء. جه قال لك في اول 3 4 5 6 ماتشات لعبهم، قال لك يا عم ده ما بيعرفش، ده ما بيجريش، ده ما بيدي، ده بيجري بضهره. مش قالوا كده؟ طب قالوا قصير بيجري بضهره، قصير وبيجري بضهره وما بيعرفش يجري ومش عارف ايه. امبارح ده عظيم، ده جامد جدا، ده مش عارف ايه، ده رائع، ده كذا ده كذا. انا بشوف ان ده ولا ده صح ولا ده صح. طبعا لا طبعا انا بشوف ان هناك مقومات عشان تيجي كلاعب محترف في النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا بالارقام بالفلطر بالارقام. فانت في مقاومات معينه بالظبط، وان انت تخش النادي الاهلي المقاومات دي موجوده، ولا انا في فلافي على نبيب اختبار كده، انا في فلافي وفي عناصر للتقييم يعني وعناصر للتقييم. فبما ان العناصر للتقييم بما انه ان هو دخل وعدى العناصر دي يا استاذ سامي يبقى هو لعيب جاي، ولا هو يعني وحش قوي زي ما كانوا بيقولوا، ولا هو زي امبارح 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 يعني. لا وانت بتقولها صح على الاقل حتى الان،
بالظبط يا كابتن اسلام. انا شايف ان ده لعيب جيد جدا يعني، طبعا الاراء اختلفت فيه كتير، بس انا شايفه جيد جدا ومحتاج وقت شويه، يمكن جاي بلد غير البلد ولغه غير اللغه يعني، فطبعا انما هو خامه كويسه جدا ومنشط جدا. وانا كنت مستغرب شخصيا ان ازاي كان غايب عن طول الفتره اللي فاتت دي. مظبوط، انا يعني دي نقطه انا مستغربها. وزي ما انت قلت في الانترو يعني في كثير من اللاعبين محتاجوا وقت شويه، الاجانب بالذات عشان يندمجوا. وفلافيو كان بيجري كده، وفلافيو في ظهره دخل الجول. مش يعني بجد اول هدف جابه جاب يعني اول هدف ما بيعملها طويله كده وبيبص متجرب ظهره دخل الجول، لك ايه ده جول. فطبعا الصبر على هذه النوعيه من اللاعبين مطلوب، بس انا طبعا زي ما انت قلت برضه ايه اللي جابه جه ازاي، هو جه يعني باراشوت، لازم في ناس متخصصه موجوده طبعًا. ناس بتراقبه طبعًا. ناس بتقيمه تقييم جيد جدا. ممكن يوافق او لا يوافق لاسباب اخرى. مظبوط. طيب لما يبقى ان هو لعيب جيد طبعًا. وانا متفائل بيه جدا جدا. معلش انا خرجت بس من نقطه جمعيه اللاعبين القدامى لانه كانت النقطه دي، بما ان الاستاذ كابتن جوهري الحقيقه قال كلمه، شوف من كام سنه قال لك الكلام ده يا استاذ محمد. الكلام ده كنا اول مره في رحله سافر 96 كنا 96 كنا بنستعد، كان في دوره وديه في كوريا وراجعين على ماتش المغرب أوكي. في تصفيات كاس امم افريقيا، تصفيات كاس امم واحنا انت عارف فرق التوقيت 8 ساعات، فالكابتن ربنا يديه الصحه ورحمه الله عليه كان طبعا انت عارف الليل النهار والنهار ليل، طول الوقت ما يصحى السجاير دي ما تفرقش. فلقى فرصه ان انا اقعد اتكلم معاه واحكي معاه، يعني انا عاوز اتعلم منه، انا اول مره اقرب لسه بادئ جوهري حكايه يعني تاريخ. فبقول له يا كابتن كلمه لما كان اسمي اتكتب في الاهرام كنت ابقى عامل الجورنان كده مش مصدق يا ابني دلوقتي انتوا بتكتبوا. شوف انا بقول لك كانت 96 ها 96 في سنه 2000 لما طلع عماد متعب وظهر، جيت عملت حوار لعماد متعب. كابتن طارق سليم رحمه الله اتصل بيا في التليفون بقى، كابتن طارق سليم الله يرحمه. قال لي اقول لك يا محمود يا ابني ده احنا لسه عاوزين نحطه على الطريق ونهديه، ده هو من اول وانت تعمل له في الاهرام من حقه. بص من حقه يعمل اللي هو عايز يحميه. قلت له يا كابتن انا عاوز ده موهبه نعرف، وانا عاوزين نعرف الناس بيه. ودخلنا بقى في نقاش. نقاش ايه؟ سنة كده لا يقول لك 96 ل 2000 من 22 سنه. الفكره نفسها، ما هو ده اللي انا بقوله، ان انا امبارح فوجئت مره واحده ان الناس كل مصر كلها قلت لك احنا اسفين يا، وعملوها بقى يعني ترند يعني انت فاهم، اللي هو احنا اسفين يا جماعه، ولا اسفين ولا حاجه والله عادي، لعيب كويس وخد دخل النادي الاهلي بمقومات معينه وبشكل معين وباختبارات معينه، وتم اختباره وتم اختياره خلاص دخل النادي الاهلي. يوفق او لا يوفق دي مش بتاعه حد، دي بتاعه ربنا واللاعب نفسه. فما اعرفش يعني بشوف ان الموضوع ده هي كان لازم ان احنا نتكلم فيها. هي برضو فيها شوطه حلوه للذين يذهبوا يعني ايجابا وسلبا. نعم. بتطرف اللي هو يا اما حاجه حلوه قوي بالزبط. يا اما سيئات. لا 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 انا بخلص يعني حاجه في حاجه. اما انا بقول لك أو ده دي كمان ده طبعا لا ده دول لسه بقى ده الطرف الثالث. لا الطرف الثالث يا استاذ عصام كابتن اسلام ما بيبقاش تقييم موضوعي اللي هو يا اما مع قوي يا اما ضد. لا والله انا لا كمان محمود فصلها اكتر. ايوه النص ده هو الصح، ان انت عايز تختال يعني عايز تختال اللي اختاروه والبراند بالظبط. ولكن برضه انا بتكلم على الموضوعيين، انا ما بتكلمش على دول. ايوه صح ما بتكلمش على دول والله، انا بتكلم على الناس الموضوعيه اللي دايما بناخد بنشوف بنتفرج. انا شخصيا اصل الواحد لما تيجي يساله يجي يقول لك انت اتفرجت على الحته الفلانيه في البرنامج الفلاني، يقول لك لو حد يعني اعلامي يقول لك لا انا ما بتفرجش. انا شخصيا اسلام بتفرج على كل حاجه طبعا والله بتفرج وبتابع يعني على ما اقدر يعني. اصل قالوا لي لكن انا بتفرج عشان اشوف الكلام صح ولا غلط. فانا بشوف ان لا في ناس موضوعيين يا استاذ محمود يا استاذ عصام بيتكلموا في هذا الامر، وبالتالي فجاه لقيتهم بعد ما كان الراجل وحش قوي بقى من اكستريم يعني بعد ما كان وحش قوي بقى كويس قوي، ودي غريبه جدا. ما زي تقييم موسيماني برضه في ناس بتستنى. لا هرجع لكم بقى لان القصه الموضوع ده انا بس شوف اصحاب المنطق قبل ما نروح للجمعيه، لان الناس لازم نديها حقها. اصحاب المنطق راجل بقامه وهامه دكتور كابتن شيخ طه اسماعيل عاد وقال لا
موسيماني يستحق ان انا اقول واقول مع بالزبط. الوقت ده بقى الكلام أوه. لانه لم يكن صاحب غرض يعني وبالتالي أيوة. ولا عمره هيكون صاحب غرض طبعا لا, لا, لا انا بقول مثلا ولا يعني انا بقول مثلا لكنه لم يعني يشأ الا ان يعطي الرجل حقه ويقول حتى الدروب كان فين ان هو كان محتاج شويه مع الفرقه صح. بيدعم الطريقه بتاعته لا ده حاجه وده شوف ده احنا هنتكلم عنه ولكن بالظبط جماعه اسم الاستاذ ابراهيم حجازي برضو الله يرحمه وانا كنت عايز بقى اخش في موضوع الاستاذ ابراهيم حجازي الاستاذ ابراهيم حجازي اعتقد ان شيء رائع من الجمعيه وكل القائمين على الجمعيه لان الاستاذ ابراهيم حجازي يعني طبعا الاساتذه الكبار وهو بقى من ميزات الاستاذ ابراهيم حجازي والاستاذ سامي والاستاذ جمال والاستاذ محمود كلنا حضرناه انه كان يقدس هؤلاء ايوه وان كان وان اقترب منهم في السن لكنه كان يقدس كل من بدا قبله وكان كمان يجل الشباب وربما ده لا احد يعرفه ابراهيم حجازي في رابطه النقاد يعني كان ليه في كده دمه خفيف يقسم كده قال لك مفيش حد من الاهرام مسافر اما يسافر الشباب اللي في الصحف الحزبيه بنسميها احنا الجنوب يا كابتن اسلام الصحف يعني اللي ما عندهاش اللي عندها مشاكل اقتصاديه واقتصاديه مش لكن هو عارف انهم صحفيين قال ما حدش هيسافر من الاهرام الاهرام تستطيع ان تسفر ابناء استاذ ابراهيم حجازي اول حد اتكلم عن ان مصر قوتها الناعمة أو أكد طبعا أن قوتها الناعمة نجومها وأيضا إعلامها وعمل كل الإيفنتات عند سفح الأهرام وأنا شفت الراجل الأرنوب ده بتاع البرازيل اسمه إيه رونالدينهو وأليكسيز عيطوا كانوا عايزين يومين تاني عايزين يومين تاني عشان يقعدوا في مصر وبالتالي عمل ملعب زجاجي على جزيرة وعمل 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 قال السيد مدير الأمن البحر الأحمر سيكون في هذا الميدان ميدان اسمه ايه حاجه كده شهيره يعني في الغردقه الناس عارفاه هي لازم يبقى فيه 100,000 هنا احنا مش عاملين لك المفلاش يا سياده اللواء يا سياده اللواء ده شغل شاغل المصريين ان بلدهم تنور في عز ازمات الراجل كمان ما شاء الله كممثل للشرطه قال له احنا معاك يا استاذ ابراهيم احنا كنا بنحاول بس وفتح ده استاذ ابراهيم حجازي كمان يعني كان الاقرب للاجيال كلها الكبار جيله جيل الوسط جيل الشباب كنت اتمنى اوصل بدري كان عندي فكرايه ان كل دوره من دي لان هم وعدوا انه ده هيستمر زي ما حضرتك عايز هم فعلا قالوا ده في القعده يعني هيستمر ودعم دكتور اشرف هيستمر ولان دي هذه حقوق لمن اسعدوا الناس طبعا. في القلب بقى من الذي كان ينقل الصحفيين فالجمعيه والنجوم القدامى كرويا مشكورين ان خدوا معاهم الصحفيين لكن كل مرة كنا نسميها يعني أنا بقول هذه هي دورة إبراهيم حجازي مزبوط. هذا حق وحق يعني أساتذة كبار الحقيقة كانوا موجودين وكلهم الحقيقة لهم التقدير ولهم الاحترام زي ما قلت لحضراتكم أستاذ حسام الدين فرحات ده كنت تسمع اسمه تسمع صوته كانت بتبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة طبعا. جدا أو اسمك مجرد يوصل زي ما أستاذ محمود كان بيقول إن قيمة كبيرة زي ده يقوله أو يتكلم عنه دي كانت حاجة كبيرة جدا وكل الأساتذة أنا بس الأسماء اللي جت أستاذ ماهر فهمي أستاذ ماهر كل الناس أستاذ كمال عبد الخالق أستاذ سمير عبد العظيم كلهم أساتذتنا الحقيقة وكنا دايما بنستمتع أستاذ محمد سيف طبعا طبعا لحظه من فضلك كبير جدا ومفاجئ لانه طبعا ما حصلش قبل كده المبادره دي وهي مبادره جمعيه قدام اللاعبين ان هي تقرب الاعلاميين دي حاجه ما جاتش بالرابطه النقاد الرياضيين ما جاتش بالنقاب الصحفيين فبالتالي يعني انا شايف بحيي حاجه محترمه الحقيقه كابتن عبد المنعم الحاج وكل اعضاء الجمعيه على هذه الخطوه ولهم بكل التحيه والشكر طيب هروح لجزء اخر وهو مدونه سلوك النهارده اللي صدرت من المركز الاعلامي مجلس الاعلى مجلس الاعلى للاعلام دايما بتخش انت رحت المركز نفسه حيث الاجتماع حيث الاجتماع مجلس الاعلى للاعلام اعتقد ان هي شيء رائع ان يحدث مثل هذا الامر واحنا لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم انا كنت بتكلم مع حضراتكم يعني قبل ما نطلع اوف اير يعني كنت بتكلم ان احنا انا بشوف ان الفتره اللي فاتت هناك التزام واضح من الجميع الحقيقه على الاقل بدعم منتخب مصر كل واحد بيلتزم ان هو بيدعم النادي بتاعه ده 100% 100% المدونه اولا موجوده ايوه والقيم الصحفيه والاعلاميه قائمه نعم المهم المحافظه عليها بالظبط انا بشوف انه اللي بيخرج او بيشذ عن هذه المدونه عدد قليل جدا من الناس ومعروفين معروفين بالاسم ويستطيع
لا وتستطيع اللجنة كانوا حاضرين. بص يستطيع المجلس الأعلى للإعلام وعنده هو ونقابة الإعلاميين عندهم لجان متابعة بمشاهدة يومية. النهاردة البرامج كلها كابتن إسلام من 11 لوحدة بالظبط، البرامج الرياضية كلها يعني أنا شخصيا من 10 لوحدة يعني. أنا متطوع باعتبار أنا راجل يعني إعلامي وصحفي قديم والكلام ده، أنا متطوع لو عاوزيني أكتب لهم تقرير بينه يعني كل يوم من 11 لواحدة. خلي بالك يا استاذ محمود، صح الكلام اللي حضرتك بتقوله ده إيه؟ ان كانوا موجود، كان فيهم ناس يعني موجوده، لكن اعتقد انهم كانوا موجودين عشان يتم وضعهم امام الامر. لا ما هو ضروري، بس ايه كده فعلا. هي الفكره بقى، الفكره في القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للاعلام تجاه الخارجين عن المدونه. اي حد يخرج من غير يعني بص حط كود امشي عليه، وضع وضع وهو الكود ده او موضوع يا لا هو الاكواد موجوده، الاكواد موجوده والمدونه وكل بالظبط. وبعدين بس شيء جيد يعني ان انت تبقى تلاقي المجموعه دي كلها موجوده والاعلاميين اللي موجودين دايما. استاذ محمد سيف كان موجود، رقم واحد الاستاذ، كل الناس كانت موجوده عشان ما ننساش حد. رقم واحد في العمل الاعلامي معروف كده ان المايك والكاميرا اخطر شيء طبعا. ليه؟ ما هو معلش انا ما اديش المايك لحد مش عارف يتحكم في اللي بيقوله، مظبوط، لان ده ممكن يعمل ازمات رهيبه ويعني زي ما حصل. ما انا هقول لك يا استاذ اسلام، لا لا زي ما حصل كانك معاك يعني قنبله ذريه. الخناقه الشهيره مع الجزائر كان الاعلام، وبرضه اللي احنا للاسف الشديد موضوع السنغال. انا وجهه نظري، احنا مالناش طار عند السنغال خالص. بمعنى ان انا رياضي لا احنا لا هي ايوه ما هي كانت تتقال كده كابتن يعني طار. ليه واحده عندك لكن لا تقال ايه سنعد زي ما قلت المعركه كلمة طار ما هياش في مكانها. لا بس انا ممكن عشان انا وجهه نظري برضو وخلينا برضو نتكلم مع بعض كلنا حضراتكم اساتذتنا، انه في مثل هذه الامور انا محتاج ان انا احمس اللاعبين بتوعي. ايوه احمسهم زي ما انا عايز. نوت اون اير يا كابتن. لا معلش وغير كده كمان لازم نسمي الاشياء بمسمياتها. اتفضل. دلوقتي احنا لعبنا معاهم مباراه، هم وصلوا النهائي واحنا وصلنا النهائي ولعبنا لغايه ما خلصنا التايم حلو. كله وعلى ضربات الترجيح احنا خرجنا خلاص، امر طبيعي جدا. ده طبيعي طبعا. عندنا مباراتين في غايه الاهميه مع السنغال نلعبهم ونلعبهم بمنتهى التركيز وبمنتهى الروح الرياضيه ونستخدم كل قوتنا يا كابتن اسلام. تمام. مفيش اي مشكله. تمام. ومن حقنا ان نكسب ومن حقهم ان يكسبوا، لكن في الاول لازم مع المباريات اللي بين دول اللي هي مصر مع اي دوله انت بتخرج للعالم من خلال افريقيا صح؟ صح طبعا. يا اما مع دول عربيه في شمال افريقيا يا اما مع دول افريقيه وهي لا تقل اهميه من وغرب القاره. لابد ان احنا نحمس منتخبنا جدا ونوصله لاعلى نقطه من الاستعداد والدافع، وهل هناك دافع اكبر من انهم يروحوا كاس العالم؟ لا طبعا مش مهم طبعا. على حساب مين؟ اذن الكل اتفق على دعم منتخبنا خلال طبعا. الفتره اللي جايه يا استاذ محمود، وده احنا بنشكر المنتخب ان هو وحدنا في الفتره اللي برافو عليك صح بامانه شديده صح. بدون ما نعمل حاجه منتخب، والمصريين بطبيعتهم الغالبيه منهم عاطفيين نعم يعني بينسوا، وظهرت بعد الوجوه اللي بدات تتكلم بمنطقيه مظبوط. فعلا علينا ان نبدا عندما ياتي 1 مارس علينا احنا نغلق الصفحه المحليه ونبدا كيف تتم الاستعداد والتشجيع لمنتخب مصر. اوكي. اللي هيحصل في ارض الملعب ده شغل المدير الفني واختياراته طبعا خلاص، لكن مباراتين محتاجين تكاتف، محتاجين دعم، محتاجين ايجابيه، محتاجين ننسى الالوان، محتاجين نركز مع بلدنا لانه حلم الوصول يعوض طبعا. الخروج واللي حصل في كاس الامم. يعني مثلا انت الجماعه بتوع السنغال دول اخواتنا على فكره طبعا واشقاء وبيننا رابط طبعا. وانا رحت السنغال مره واتنين حاجه يعني غير عاديه كمان الدنيا زي ما سيبك من الكوره والكلام لا علاقات غير عاديه. انا اخد ايه اجيب تصريحات ايدي والسيد هو بايه مش هتشطه يعني انا السيد بيديك واحده يقول لك لا هنروح كاس العالم وكاس العالم من غير السنغال. انا هو قال كده طبعا حقه. وصلاح
بكى في يا وندي وهيبكي مره ثانيه في ملعب عبد الله وادي اللي هو اللي افتتحه. يعني عاوز اقول لك حرب ايه؟ العب عليك ايه؟ هو لابد انه منتخب مصر بانت طينته بالظبط من طينه الكبار وبطل افريقيا ورقم واحد، محتاج بقى اللعيبه بقى صفاء ذهني تركيز وندعي انه ربنا يوفق. بص نمره واحد واثنين وثلاثه ومليون ومليار هو توفيق ربنا في المباراه الاولى هنا اللي في القاهره، مباراه صعبه مواجهه صعبه. اتمنى وكمان اللعيبه في مباراه الدوري الناس تحافظ على بعض لانه عندنا هدف اكبر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مش فارق معايا ماتش هنا او هناك، لا والله بجد لا لان هنا زي هناك. طب ما خلاص يعني هو هيلعب معاك هنا، عايز يوصل هو هيلعب معاك حتى لو لا قدر الله مثلا كسبت 1-0 مثلا او تعادلت مثلا، ما انا عندي ماتش هناك. هذه الثقافه بتاعت الكابتن، الله ينور عليك. محمود بضيف على كلامك، التوجه الاعلام السليم في المرحله دي دايما. حضرتك كنت موجود يا استاذ سامي، قول لنا برضه الندوه دي مع كابتن اسلام، يعني التوجه الاعلامي الصحيح لمسدس المنتخب في هذه المرحله، وننسى حته اهلي وزمالك او غيره. انا بس معترض وليه ننسى؟ احنا يعني نعمل نعمل كل حاجه في وقتها، بس نقفل فايل ونفتح فايل. عايزين نرتقي لا اصل احيانا يا استاذ سامي الاداء الاعلامي استاذ سامي بيتاخد علينا انه يقول لك ايه يا عم دول بيحبوا الاهلي والزمالك. مش صحيح، مش صحيح. ده كل وقت وله مقاديره، ده المنتخب، ده الدوري، دي الانديه، وهكذا. يعني طبعا كلامك صح. فبالتالي يعني المرحله دي مرحله منتخب مصر عشان نحقق هدفنا المهم جدا، وصول كاس العالم. وده زي ما قال استاذ جمال مفيش طار، انما في هدف. انا بكره كلمه طرد على فكره. لا ما هو بحبها طبعا لا ده من الحاجات اللي ما بحبهاش في الكوره الغيه. انا شخصيا اعتذر. والله هو رد اعتبار، رد اعتبار نقولها زي بالظبط. تحقيق هدف في هدف والله، ولا رد هدف والهدف هيتحقق. مفيش رد اعتبار عمر ما بلد يا جماعه. احنا عندنا مشكله البكائيات فجاه، فنقول فبالتالي يعني وانتكس مصر. ايه يا عم انتكست الكوره، ما المانيا بتخسر عادي جدا. فبالتالي يعني دي خطوه في كان مدونة السلوك الإعلام الرياضي النهاردة مع أستاذ كرم جبر كانت مهمة جدا عشان نصحصح حاجة مهمة جدا ونصحح خطواتنا الجاية. أنا عضو لجنة ضبط الإعلام الرياضي في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. طب يا أخي بس يعني إحنا كنا بندور في دايرة مفرغة. يعني في لائحة كابتن إسلام، في لائحه فعلا معاقبه الخارجين عن السلوك، نتمنى ان يتم تطبيقها. بس وده اللي احنا اتفقنا عليه، وده اللي انا طرحته النهارده في الفعل في الندوه. يعني اضرب السايب خاف المربوط بالظبط كده، لا يفضل المربوط مرتاح لانه ما عملش حاجه. معادله بسيطه جدا. لما احنا بنتكلم كتير يعني اذا كنا هنتكلم في موضوع الندوه بنتكلم كتير وما بنعملش حاجه فعليه، وده يعني ده شيء يعني عطلنا كتير، عطلنا كتير قوي، خصوصا مع ظهور منصات. والاستاذ كرم النهارده كان واضح جدا في هذا الامر وقال يعني حضرتك ممكن برضو تقول لنا ان هو يعني قال في عقوبات هتوقع فعلا على المنصات وغير المنصات بالتعاون مع اجهزه الدوله المختلفه. يعني والله اتمنى ذلك يا ريس. اتمنى ذلك. لو ده حصل يا استاذ محمود هتبقى الامور جيده جدا. اتمنى ذلك. هو اجتماع مهم قوي. ليه؟ طبعا قبل تطبيق العقوبات. بالظبط كده. يعني هو انت بتقول للناس خلاص يا جماعه عفى الله عما سلف، بس عليك. من النهارده في اصابه لازم يظهر، وده شيء جميل. اسمع لك يا استاذ عصام. لا تمام، احنا عندنا كل شيء، احنا نملك من القدرات الكثير، احنا عندنا على ارض الواقع. ولان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نبقى يعني القوم المصريين 110 ل 120 يمكن مليون، فدايما بتبان الحاجات. ويمكن ساعات بقول لاصدقائنا العرب تحديدا واخرينا طبعا، يا عم انت لما بتلاقي 27 يفرقوا في ال 120 لانه هيبقوا 7% دول غير 7% عندك وانت 10 15 20 مليون. صحيح. وبالتالي دور على 80 90 100 مليون مصري محترمين وطنيين، وطنيين بالنسبه للوطن كاملا كمان. مزبوط. مش للمصري بس. وبالتالي المطلوب يا كابتن هو التفعيل الموجود اصلا. برافو عليك. دون اي اضافه. هو ده اللي اتقال النهارده. لا هو ده اللي اتقال النهارده على فكره، انه سوف يتم تفعيل الموجود. اجهزه الدوله حاضره في الميعاد. لا يوجد بقى ما يسمى شفقه اذا لم يحترم
الذي يمتلك هذه الأدوات اللي تعتبر يعني مدمرة إذا أسيء استخدامها، بدءا من القلم للميكروفون للكاميرا لكل الألوان دي، حرام، لأنه هذا الوطن لا يستحق أبدا هذا التسخين في أوقات الكل في مصر يريد أن تكون البلاد والعباد يعني بتستظهر أن عندنا قوتنا الناعمة وعندنا الرياضة والفن، حاجات بنجتاح بيها كل الدنيا بثقافتنا وكذا، انت تطلعها من مساوئ مصر ازاي يعني؟ اذا هي بجد بقى ومش تنظير، مش بقى حكاية ضرب بيد من حديد، هذا الشخص يجب ان يطبق عليه كل القواعد القانونية بالزبط. ومش حكاية يبقى عبرة ولا حاجة، لا، عشان يبقى فيه ثواب وعقاب يا جماعة. بالظبط كده، بالظبط كده، وده مهم جدا في اللي حصل النهاردة، واعتقد اجتماع مثمر جدا ان شاء الله، اللي عرفناه ان هو هيتكرر كثيرا خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله يكون له كالعاده الحقيقه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام له دور كبير جدا جدا فيما يحدث خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه. نتمنى ان يتم تطبيق العقوبات زي ما يتقال على من يخالف هذه المدونه. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على المقصه ومباراه ان شاء الله يوم السبت القادم امام فريق صن داونز. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع استاذ زيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، فاز النادي الاهلي امس على مصر المقصه 4-0، ولكن ليس في ان انت فزت على مصر المقصه، ولكن في شكل الاداء وشكل الاداء اللي جوه الملعب عامل ازاي؟ اولا يعني هو في اكتر من درس مستفاد او مكسب حققه النادي الاهلي من المباراه دي. نعم. اول حاجه ان هو ريح بعض اللعيبه، ودي نقطه مهمه قوي، قبل موقعة صن داونز. نعم. كمان ادى فرصة لمحمود وحيد وكريم فؤاد، واعتقد ان هم كظاهرين ظهروا بشكل اكثر من رائع. ما انا لسه جاي له. زياد لسه جاي له. انا بتكلم الاول على البدائل الاساسية. البدائل الاساسية. انت النهارده كان عندك اكرم ومحمد هاني، بقى دلوقتي كريم. عندك كريم فؤاد، محمود وحيد برضو في غياب علي معلول، كريم برضو خلي بالك ممكن يلعب باك شمال بالظبط. فيبقى انت اطمنت برضو على البدائل، وهنا كلمه البدائل اللي انا بحسه في النادي الاهلي انه بديل، مش بمعنى ان هو مش احتياطي وخلاص، مش احتياطي مركون، لا، لانه النادي الاهلي بيشترك في اكتر من بطوله في توقيت واحد، فهو طبيعي جدا ان هو يحتاج كل لعيب عنده، ومحدش بيتعامل مع الامر على انه بعيد. يعني مثلا محمد هاني لما قعد فتره احتياطي لاكرم توفيق، ناس تانية ممكن في انديه اخرى تقع. او تقع منك صح. لا، لقينا محمد هاني رجع بشكل كويس قوي في كاس العالم وعمل شغل جامد. مظبوط. طبعا ميكيسوني رد يعني بشكل واضح على كل الانتقادات اللي وجهت لي. والله انا شايف ان هو عنده احسن من كده بكتير. ولن يتعجل برضه، هو مجرد ان هو ياخد الثقه. وطبعا لما واحد ياخد ثقه بهدفين في مباراه واحده، لا ده حاجه كويسه جدا. كمان اشراك محمد محمود طبعا برضه خد وقت كويس. المكسب بقى اللي جاي برضه كويس قوي، زياد طارق. لانه لما لاعب صاعد او ناشئ يوفق بعد نزوله بدقائق قليله، ده شيء جيد، جيد جدا طبعاً. وبتعمل عنده روح معنويه عاليه جدا ثقة. جدا وثقه كبيره. فانا بشوف ان هي مباراه غير الفوز طبعا، هو استمرار لانتصارات النادي الاهلي في الدوري العام، واللي هي الانتصارات اللي باهداف. يعني انت لو تلاحظ الاهلي لم يتوقف لحظه عن الرغبه في زيادة عدد الأهداف، وده شيء مهم، وده الجديد الحقيقة احنا مش عن الموسم اللي فات يا استاذ محمود. بالزبط. بمعنى ان كان الموسم اللي فات كنت ممكن تبقى كسبان واحد، تلاقي الفرقة وقفت ورا شوية. هو ده الدرس. خش بقى. هو ده الدرس من وجهة نظري يعني. هو كلام لو نرجع الموسم اللي فات في اواخر كده بعد خسارة الدرع، كلام موسيماني وقتها قال لك صحيح. ان انا ما كنتش فاهم الدوري المصري بالصوره دي. دلوقتي اعتقد ان الامور والحسابات بدات مختلفه. مظبوط. ووعى جيدا انه الدوري ده رقم 1 و2 و3 و4 بالنسبه للنادي الاهلي، وخاصه انه فقد النقاط تم
مع في مباريات سهله جدا كانت بالامكان انك انت تحسمها. نعم. لو عددناها وحسبناها هنلاقيها مع فرق يعني من مش من متوسط كمان، لا من اقل من المتوسط. نعم. لكن الشكل كويس انك انت يبقى عندك الناس فايقه وانت بتنزلها. مظبوط. برضه دي من الحاجات اللي ما اثرتش الفريق، يعني ما حصلش مثلا لما هو قعد اغلب العناصر الاساسيه في الناس كلها في اول المباراه قال لك ايه ده التشكيل اللي لازم التشكيل اللي بيلعب بيه ده، لكن اعتقد انه دوافع اللعيبه وده بيرجع ان الجهاز الفني شغال ومحضر كسب الرهان. يعني طبعا هو كسب الرهان. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كمان انه توفيق ميكسوني في لقطه انه انا لا ما جيتش هنا كده يا جماعه، ما جيتش صدفه والله. بس هي مساله يعني الكوره هي كده بتاخد وقت، ممكن تجيب لعيب وممكن تجيب واحد مكسر الدنيا ويجي يقعد عندك فتره. مش عاوزين يعني ايه المساله. لا مش عاوز اقول عاوز اقول للناس ما تتوقعوش ان مثلا ميكسوني لما يجي في الماتش اللي بعد كده ما مثلا ما يعني ايه ما يجيبش جول ولا ما يظهرش رجعنا يعني عاوز اقول ايه. لا يا جماعه نصبر على اللعيبه. لا في ايه عاوز اقول ايه انه التوفيق وعدم التوفيق وفي الكوره ويومك وحالتك وحاله الفريق وحاله اللي موجودين معاك في ال11 مش بيلعب وحدك. لكن عاوز اقول ايه انت ماشي على الخط يا كابتن اسلام انك انت بتلعب في كام بطوله؟ بتلعب في دوري ابطال افريقيا، بتلعب في الدوري المحلي، عندك الكاس كمان هتلعبه بدون الدوليين في الفتره اللي بيتقال عليها فتره توقف استعدادا لنتيجه كاس العالم. كل الكلام ده بيحتاج انك انت ايه لديك القدره في مساله التدوير وفي مساله اشراك اللعيبه. وكمان كانت خطوه ولمحه جيده جدا ان يدي ناشئ تم اكتشافه في كاس الرابطه، فكمان ربنا يوفقه فوق ما ينزل يخطف هدف. كمان برضو دفع حسام حسن برضو عاوز اقول ايه في ناس محتاجه مهم. في ناس محتاجه دعم من الجهاز ومن الجمهور. نعم. محمد شريف رقم واحد. عاوز يا جماعه شريف تعرض في المرحله اللي فاتت مرحله صح. صعبه جدا، مرحله نفسيه، موقف يعني مر على اي واحد فينا في حياته في شغله واتقال له انت كذا وبعد كده بعد شويه طب ما معلش شركه تعالى شويه اكيد نفسيا هفقد الثقه في نفسي حتى لو رئيس الشغل جه اعتذر لي وانا مش قصدي والمصلحه العامه ماشي اوكي. لكن محمد شريف بامانه شديده يا جماعه لاحظوا محمد شريف، لاحظوا تحركاته، شوفوا الحاله اللي هو فيها. بامانه محتاج جلسات من الجهاز الفني، محتاج دعم من الجماهير بصوره باخرى. اعتقد هو شغال على هو شغال على نفسه بس عايز اقول لك ايه كده بيلعبه لو ما كانش واخد باله يعني ما كانش يلعبه. محتاج انك انت تحافظ عليه مش حلو. محمد شريف من اللعيبه الكويسين جدا بيعرف طريقهم. ايضا تجهيز حسام حسن بشكل او باخر والضغط عليه وجاب جون تقريبا. ما انا بقول لك كوره حظه بس جت في القائم يعني كان من اجمل الـ يعني الحاجات اللي اتعملت في المباراه، من اجمل الجمل التكتيكيه اللي اتعملت من قفشه يعني بصراحه. بصراحه لكن فيها يعني التوفيق برضو عدم التوفيق. لكن عاوز اقول لك الشكل كويس الوضع. انت كده بيبقى عندك ايه مش واحد واثنين، عندك في مراكز واحد واثنين وثلاثة. ده كويس. وخلي بالك لسه الاحتدام جاي صح. يعني عاوز اقول لك ايه انت لازم تستغل لسه ما دخلتش في عندك سبت ثلاث سبت ثلاث انا بقول لك اهو طبعا يعني لا كل ورا بعض. فوز معنوي، فوز مهم جدا. انت بتكسب من نتيجه ونقاط وايضا بتكسب لعيبه جديده بتديها دفعه معنويه. استعاده القمه. استعاده القمه يا رب ان شاء الله. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع استاذ سامي واستاذ عصام او هكمل مع استاذ سامي واستاذ عصام فيما يخص سان داونز. بس عايزين ما ننساش النادي الاهلي عنده نجوم كبار بيعرفوا ازاي يحتووا الجيل القادم. شفت السوليه بيعمل ايه، شفت اللعيبه الكبار بتعمل ايه مع زياد وكذا. ده موضوع محترف، ده مش حكايه حب وبس، دي لعيبه محترفه لكنها تقدر التيشيرت فبيخلق الجيل الثاني بنفسه لانه هو المستفيد طول ما عجلت المنافسه والمكسب دايره يعني. تمام. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع بعض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ سامي، يعني كنا بنتكلم عن النادي الاهلي مباراته السابقه امام المقاصه، خلينا بقى نذهب خطوتين لقدام وننظر لمباراه سان داونز ان شاء الله يوم السبت. مباراه صعبه، مباراه مهمه، بنعتبرها هي تاني مباراه او تالت مباراه، واحده اتاجلت وواحده تعادلنا فيها بره ارضنا، دي تعتبر البدايه بس الاهلي هتبقى بالنسبه له التاني. طبعا تحدي كبير جدا، صعب جدا يعني خصوصا سان داونز عنده اربع نقاط من ماتشين والاهلي عنده نقطه واحده من ماتش واحد، فبالتالي يعني الاهلي مش لازم يخش في حسابات معقده
فيما تبقى يعني. نعم. لو صورنا جولات المريخ ولا الهلال اسهل شويه يبقى حساباتنا غلط. لازم مباراه السبت الجاي ان شاء الله مع سان داونز تحسم في استاد القاهره بالاربع ثلاث نقاط عشان الاهلي يوصل للنقطه الرابعه ويستعد لما هو قادم لانه عنده حمل تقيل جدا في الدوري وفي السباق الافريقي برضه. فيعني التحدي في المجموعه مع سان داونز هو الاهم انا شايف كده. وبالتالي يعني جيد جدا ان موسيماني قدر يوزع الجهد على كل لاعيبه الفرقه عشان ما يحصلش دروب في هذه المباراه بشكل خاص يعني. ف يعني موسيماني كمان بالمناسبه انت انا عايز اقول ان هو قدر يندمج شويه شويه مع الفرقه وكانت عليه ملاحظات سابقه لكن في الوقت الحالي هو فاهم الفرقه قوي وفاهم جمهور الاهلي كويس جدا خصوصا اللي شافه في الامارات وقد ايه الجمهور يعني الاهلي وجمهور مصري كله كان واقف جنب النادي الاهلي وراه لحد ما حقق البرونزيه الثانيه الثالثه. وانا بالتالي يعني عايز اقول ان اي لعيب يعني اجنبي عن فرقه الاهلي بيحتاج وقت والمدرب الاجنبي كمان بيحتاج وقت. موسيماني بدا يندمج جامد يعني مع فرقه الاهلي وانا متوقع طبعا هو فرقته سان داونز اللي هيواجهها يوم السبت الجاي فانا متوقع ان شاء الله يقدم مباراه كبيره مع فرقته لانه لازم يوصل لهم الرساله ان دي عنق الزجاجه اللي هيعبر بها الاهلي ان شاء الله للرقم 11 ان شاء الله. استاذ عصام كيف يلعب موسيماني في هذه المباراه؟ هل يعني بيني وبينك الله يكون في عونهم دلوقتي في حيره كبيره جدا كل ما بيلعب حد بيتالق بسم الله ما شاء الله دي حاجه حيره جيده يعني. السكواد الاصلي زي كل الفرق الكبرى في العالم لانه خلاص بقى عنده رصيد ذهبي هيستغله يعني في كل الاوقات بعد كده اللي هو الاضافات ما شاء الله. كله هيلعب صحيح طبعا ده طبيعي جدا انت لسه كنجم كروي طبعا وخبره قلت لنا واحنا بره الهواء انه في مطاحن جايه على النادي الاهلي هيحتاج كل لاعب وكل يعني قطره عرق من لاعب يعني مزبوط. وبالتالي هو هيرجع لسكواده طبعا الاقرب لانهم اكثر اندماج واكثر يعني لعب مع بعضهم علشان يبدا فعلا مشوار بقى الجانية. انا بتصور ان كلنا ما كانش حد مدي نفسه فرصه انه يعرف ان الراجل بيحاول يولد طريقه 4-3-4 دي او 4-2-3-1 ويدمج بين ده وده وبالتالي خد وقت لانه كان برضو اتظلم بفعله يعني. اما موسيماني جه وكسب حاجات ورا بعض الطبيعي ان يجي اي حد في الوقت ده. عشان كده انا فاكر كويس قوي كابتن خطيب لما قال لما حد يبقى عاوز النادي الاهلي يبقى هيقاتل لانه قال انا حابب تجربه. وكابتن اسماعيل لما كان موجود في اللجنه يعني اثنى على كلام الكابتن خطيب وسماه حتى مدرب الضروره انه حافظك مش هيجي زي الخواجه عشان يقول ايه سنقدم كل ما لدينا وده ما بيبقاش كلام يعني الراجل مش جاي برضه ينصب عليه هو لازم يقول كده مش لا بقول لك يعني لو جه خواجه غربي يعني يقول لك سنقدم كل ما لدينا ونعمل من الغد لكن انا لا املك عصا سحريه حاجه بتتقال في كل العالم. الراجل دخل على طول كسب هو بدا يبقى عنده احساس ان مكاسبه دي مش عايزه تروح فيهاجم شويه ويستنى يعني يجيب جون ويستنى على قد فهم يعني خرج من من الموضوع ده انه خلاص هو اتاكد ان النادي الاهلي يقدر يعمل كل ده حتى لحظه قال لك ما فيش حاجه اسمها تتعادل ولو اتغلبت جنازه يعني اتعادلت مناحه لو اتغلبت جنازه بدا يثق ان الفعل متكرر مع النادي الاهلي. وبالتالي حتى انا ملاحظ ان هو غير انه حافظ يعني سان داونز والكره الافريقيه دي فرقته انما انا حاسس انه بيخلط بين الطريقه وعرفت كده ان التمرين دلوقتي بقى اكثر تكتيكي وبدا يعمل حاجات فعلا زي المدربين الكبار يريحك بدنيا النهارده علشان انت يعني منفوخ جهد اولا ثانيا انت مستعد لياقه وبكره بقى في فكره انجوي فوتبول اللعيبه بقت بتضحك وبترقص بمزاج وواحد يجيب جون يشاور على انجوي ده فعلا دي حقيقه. انا حاسس ايه ده طبيعه الفرق الكبيره لكن لما تبقى متجاهم خاصه لما يبقى عليك حمل بدني وماتشات كل 3 ايام وكل يومين انت بتلعبش بمزاج بتلعب عشان بس عندك اصرار عشان ده النادي الاهلي عشان مش عايز تخسر لكن ما بتجودش. دلوقتي بقالنا ماتشات بنشوف لعيبه الاهلي بتعمل فنتات على الكوره
مش خلاص بقى رجع الموضوع بقى حلو. خلاص بقى ايه طيب. النادي الاهلي في طريقه فعلا لتقديم كره، وعشان كده قلت لحضرتك ما سيسعد الجماهير لان دي عادتها ان يقدم النادي الاهلي كره قدم قويه اللي هو بعدها اي نتيجه هي من صنع رب العباد وهو رزقك ونصيبك، بس الناس بقى تشوف بقى ساعتها ان العرض اتدغدغت وفرص ولا فرص. الاهلي في الماتش ده يا كابتن 13 كوره نحو المرمى فيهم 7 منتهى الخطوره و13 شوط كلهم زي ما بيقولوا بره اون تارجت. ارقام رهيبه. فده معناه انه موسيماني مستعد جيدا، واعتقد انه هيسيطر على الماتش ده، مش بس هيلعبه هيسيطر على الماتش ده. اوكي هو السؤال ده انا كنت هاخد من حضراتكم، بس كل واحد من حضراتكم تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظره في المباراه القادمه، لان انا عايز اوصل لنقطه ان حضرتك عندك تشكيل، استاذ محمود عنده تشكيل، وانا عندي تشكيل، استاذ سامي واستاذ كل واحد فينا عنده تشكيل، وهيبقى في اختلاف. انا وجهه نظري بقول من دلوقتي قبل ما حضراتكم على الهوا يعني اكيد على الهوا. طيب وانا كمان برضو بس قبل النقطه، هل لان الاستاذ عصام برضو فتح لنا نقطه اخرى، الحرب الكلاميه مش حرب، او الشغل السجال الكلامي الصادر من سان داونز واللي بيصدر من موسيماني دايما، هم دا هل ده طبيعي؟ هل ده ممكن يفرق مع موسيماني؟ لا لا لا، هو اولا ده كل ده كلام طبيعي في كره القدم، اي مدرب اي فريق عاوز يشعر المنافس ها انه هو موقفه افضل منه انه هو هيكسبه، بيبقى ممكن فريق بعيد تماما عن اي تصنيفات ويقولك هكسبك برضه. صح، يعني مش لازم يكون 100% احسن. فده طبيعي يعني، ده طبيعي جدا. أوكي. اللي بيسموها حروب كلاميه مشروعه مشروع. ما فيهاش اي عيب يعني. ماشي. بالنسبه للتشكيل انا برضو مع وجهه نظر الاستاذ عصام ان هو هيلعب بالسكواد الاصلي بتاعه. يعني كل اللعيبه اللي ظهروا وتالقوا هم قطع غيار مهمه جدا. اوكي، ان هو يقدر في اي وقت. هو دلوقتي من وجهه نظري موسيماني بيلعب مرحله الشناوي الانجوي. الانجوي مرحله حلوه مرحله الانجوي دي يا طبعا انت اللي هو بيعمل كده يعني. كل الناس يا كابتن في كل لا هو وعد على فكره. لا انا بتكلم بجد والله. لا لا وهو وعد قبل كده قال لك انا عاوز اقدم كوره حلوه تمام مش بس البطوله. فاعتقد ان الشناوي محمد هاني طبعا لسه لسه اكرم بعيد مش لا اكرم بعيد خالص. يبقى محمد هاني عبد المنعم عبد المنعم يرجع ان شاء الله مش كده. ياسر ايمن اشرف اخباره ايه؟ لا بره. طيب طبعا علي معلول علي معلول عندك انت الثلاثي بتاع الوسط المدافع ما شاء الله الثلاثه. ما تعرفش يلعب ثلاثه ولا اثنين. هيلعب هو ده ما انا بقول لك كده. لا هيبقى في اختلاف. هيبقى في اختلاف طبعا. السؤال هيلعب ثلاثه ولا هيلعب اثنين؟ ايوه ما هو ده. عشان كده انا بقيت اسال يا جماعه قولوا لي التشكيل، لان انا عارف التشكيل. لا انا يعني احنا قلنا تشكيل قبل مباراه المقصه لقينا تشكيل تاني خالص. لا انا وارد على فكره انا اتوقع انه يلعب بثلاثه حمدي وسليه لانه هيبقى عنده قدام عنده البعد الدفاعي والبعد الهجومي والثلاثه بيوجده حلو. الهجوم عنده برضه ما اقدرش نقول مين بقى الثلاثه اللي بقى الثلاثه محمد شريف حلو الشحات حلو مين تاني؟ احمد عبد القادر احمد عبد القادر تمام استاذ محمود وهناك اختلافات. انا بقول لك كده هنختلف كلنا. صح يعني بص زي ما قال كده يعني الجزء اللي تحت كله احنا متفقين عليه اللي هو الشناوي محمد هاني عبد المنعم ياسر ابراهيم علي معلول وكلهم جاهزين قدام الثلاثه هنا عندك بقى مختلف هنختلف ممكن انا اعتقد ان هو ممكن يكتفي باثنين في نص الملعب. اوكي خلاص مع سان داونز يبقى يلعب قفشه لا قفشه احمد عبد القادر طاهر محمد طاهر ايوه محمد شريف اعتقد دي التركيبه لا يا عم الفرقه بيرسي تاو بيرسي تاو ما اعتقدش يبقى 4-2-3-1 بيرسي تاو ما اعتقدش ان هو يبقى معاه يبقى معاه ترس مستني والله هنختلف مش انا بقول لك ولا واحد هيبص مش حد هيعرف ماشي ميكسوني هيبقى برضه ترس موجود على فكره هيبقى برضه ليه دور اللي انت عاوز اقوله لك يا كابتن اسلام انه سان داونز المره دي جاي مريح ده قاعد معاك في مصر لا بقاله اسبوع انا بكلمك اهو يعني ما جايش من ايه
من صفا يعني ايه من جنوب افريقيا انت بتحب راجل قاعد مريح يعني. وهادي متفرج عندهم هم عندهم اصابات 3 اصابات ممكن اصابه لعيب مهم جدا بالنسبه لهم هم صفروه ما عرفش يعني كان عندهم امل ان هو يبقى جاهز لكن اعتقد ان شاء الله مباراه صعبه في الملعب الاستفاده من الفرص اللي هتيجي القليله الاستفاده بتقليل نسبه الاخطاء عدم منح الفرصه تعرف لو اديت لسان داونز الفرصه في المساحات هيتعبوا فاعتقد ان هو حافظهم وهم حافظينه فهنشوف مباراه حلوه هنشوف في مباراه جايه اخر حاجه سريعه جدا دليل على مرحله الانجوينج دي ان هو دلوقتي بينوع في طرق اللعب صح يعني انا بحس لا الدليل دليل المرحله دي احنا مش عارفين نقول ايوه انا بحس انه مرحله الانجوينج دي بقى جايه واضحه قوي ان هو بيلعب دلوقتي ساعات 3-4-3-3 وساعات 3-4-3 اقرب يعني وساعات 3-2-4-2-3-1 هو اقرب انه بيلعبها ويطور ده في الملعب يعني في الملعب هو يقدر يعمل وده شيء كويس طبعا يعني انا طبعا بقول ان موسيماني حظه كويس قوي انه شاف فرقه صن داونز مع ماتش المريخ اكيد يعني قدر يشوفها او تابعها او بعت حد دي نقطه مهمه جدا وبالتالي الفرقه يعني مقريه عنده تمام يعني. فانا والتشكيل مش شايف فيه اختلاف هو الشداوي كل ده مفيش اختلاف الشداوي هاني وعبد المنعم وياسر ابراهيم ومعلول في النص انا اليو ديانج والسوليه قدامهم قفشه ماشي للربط مع احمد عبد القادر وشريف والشحات ماشي المهم جدا ان يكون في كتله هجوميه كافيه لان احنا عايزين في 3-4 مختلفين عن الاستاذ محمود ده مثلا يعني مهم جدا ان احنا يعني نعمل تمام. كتله هجوميه كافيه وفي اوراق على الدكه تقدر تسيطر بيها تقدر تغابر بيها او عفوا تقدر تفاجئ بيها الخصم وتدور على وتقدر تغير طريقه اللعب وتقدر لو الدنيا يعني عقدت شويه لانه طبعا هو صن داونز انا متوقع ان هو يعني يحرص على انه يلعب مدافع لانه عنده 4 نقاط لو خد نقطه من الاهلي يبقى افضل ووقف الاهلي كمان استاذ عصام انا شايف ان موسيماني هو رجل بيقدر يلعب الماتش ويطور الاداء خلال الماتش يعني أوكي. طالما لعبته هيلعب بالشناوي ومعلول ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني وهيلعب بديانج والسوليه وحمدي فتحي وهيلعب بمحمد شريف قدام واحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ويستغل قفشه وبيرسي وميكيسوني وحسين كل دول هيبقوا الذخيره لما يحب يطور الهجوم هو عايز الاول يكسر مقاديف ممكن يبدا بدول وبعدين يطور لا بدول لا مش موسيماني هو على فكره وده فكر مدرب يبقى اكثر وعيا يعني ليه أوكي. انا مش جاي اتنطط عليك الاول انا جاي الاول احجمك واقفك عند حدك خلي بالك استاذ انت قلت حلو كلمه حلوه قوي صح مش جاي اتنطط عليك ده اصل معنى لما يبقى عندك مجموعه لاعبين كده وكلهم كويسين فانت بتبقى محترف فلازم اضبط نفسي دي بتخليك خبرات مطلوبه في البدايه طبعا خبرات مطلوبه لان ممكن مين خبره حسين ولا خبره طاهر لا طاهر طاهر على حسين طبعا كل واحد له طريقه هو طريقه ظروفه عوده الملعب ما اعتقدش يلعب بيه بدايه ال 90 دقيقه لكنه كارت رائع زي ما قفشه كده يقدر بس هو الاول عايز يعمل استحكامات في الملعب عايز يقول له انت مش هتقدر تيجي هنا هيعمل الضغط اللي هو العالي ده وفي نفس الوقت هيحاول يكتزم خاصه ان هو هيقدر يطير واحد من الجناحين مظبوط. طول الوقت ويقدر يخليها تبقى 3-4-3-4 واخد بالك يعني لو عمل تغييره من هنا يقلب الدنيا لو عمل تغييره من هنا اعتقد ان هو خلاص يعني موسيماني ذهنه بقى صافي ارتاح من حاجات كتيره قوي التشكيك فيه انه عنده امل انه يقعد في الاهلي وخلاص الاداره قالت له انت قاعد احنا بس عندناش وقت نقعد نمضي يا عم الحاج وبالتالي الراجل خلاص بقى هيبدا يعمل كوره فيها كلام من بره وفيها تكتيك عمال يركز عليه زي ما عرفت في التدريب يعني عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بس انت لازم برضه تقول لنا لمسه فنيه بقى ده انت اقرب حد للشغلانه ده انا راجل لا راجل بسال لا بس لا انت اقرب حد للشغلانه اللي احنا بنقوله ايه منه ممكن يبقى في يعني جزء بس هو هقول لحضرتك حاجه هي وجهات مش اختياراتنا قصدي اقول لك ان الاهلي كده كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده ممكن يحصل لا ان الاهلي دلوقتي كده السكواد ده مطمئن يعني طبعا قبل ماتش مصر المقص هل حضرتك تتوقع ان هو يلعب بالتشكيل ده
لا انا لا فلت مني صح؟ محمد هاني بس لا, لا انا طبعا. كنت متوقع التشكيل ده مع محمد هاني انه هيلعب محمد هاني وهيلعب ميكسوني. لا ميكسوني من الاول لا شفت ما انا بقول لا هو فاجئني وقال ما انا هو فاجئنا فبالتالي خلينا ننتظر. احنا عندنا سكواد الحقيقه 33 لاعب وجهه نظري 33 أيوة. لاعب يقدروا اي حد فيهم دلوقتي يلعب صحيح. بسم الله ما شاء الله ودي النقطه كلمه الاهلي بمن حضر الكلمه وخدوا الثقه دي والله كنت لسه اقول لك من فكره ان الاهلي بمن حضر. اذا الاهلي دائما بمن حضر. كل التوفيق طبعا لنادي الاهلي يوم السبت. احنا بنتكلم عن الماتش النهارده الاربع يعني بس عشان احنا بكره وبعده اجازه وان شاء الله ان شاء الله يوم السبت تكون المباراه الاولى للنادي الاهلي في على ارضه ويفوز النادي الاهلي بثلاثه نقاط مهمه جدا جدا ان شاء الله في اولى هذه المباراه. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ جمال استاذ محمود استاذ سامي استاذ عصام شرفتونا ونورتونا كالعاده ودايما بنستفيد بوجود اساتذتنا الكبار الحقيقه نسمع منهم كلام محترم جدا 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 في اطار دائما مدونه السلوك الاعلامي الرياضي الحقيقه لانه في النهايه هذا هو الطريق وهذا هو الاسلوب اللي دايما هنمشي بيه خلال الفتره اللي جايه زي ما كنا ماشيين دائما بيه خلال الفترات السابقه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.